يا ابو حميد، هلا طبعا انت عارف برنامجك من اكثر برامج الناس بتفاعلوا معها، عارف، جميل، والحلقه اللي فاتت كانت قويه عديل، الحمد لله. فاتمنى انه الجايه برضه تكون زيها، والمساحه مساحتك يا وحش، لا ممتاز، فبدو فيك ان شاء ان الله. شاء الله اجمل حلقة. يلا حبيبي، يلا شكرا. ان شاء الله. وبرغم السواد، كانت هي النقطة الأكثر بياضاً في هذا العالم. عند الدخول وفي النظرة الأولى، لم يرى الكعبة بوضوح. ما كان ينظر من وراء حجاب، لكنه نظر من وراء دموع. دموع جعلت المشهد ضبابي، لكنه أبصر السلامة والأمان بوضوح غير مسبوق، وحتماً لن يعود كما أتى. ما بال مكة والدموع، زائرها باك وطالبها باك ومحرومها باك. بكى عند الدخول بكاء من تماسك دهرا واليوم جاء لينفلت. صمت دهرا واليوم صاح، كالذي نقض غزله من بعد قوة أنكاذا. لا يعلم سيستجيب الله لما حكى وقال، أم للحكيم حكمة، لكنه ألقى هموما وذنوبا كالجبال، ومن دون شك لن يعود كما أتى. فاللهم أبدل دموع الحرمان بدموع الوصول، وبكاء الطلب ببكاء الجواب. واللهم مكة، ففي القلب آلاف الخواطر والحكايا. يا رب يا رب، إن بدني لمكة ما استطاع سبيلا، فالقلب سار روم المسافة يستطيع، عبر البحار دليله فرط الهوى، ما ضاع في أسفاره ما كان من يهوى يضيع. طال البكاء طال البكاء كما الصغير بدمعه، ضرع الأمان بمكة وأنا الرضيع. صبر جميل يا فؤاد لا تبتئس، وأمل إذا يأس على قلب سرى، إن زاد شوقك للطواف ومكة وغيرها، ما عدت تسمع أو ترى، سيلامس الإحرام وجهك ملقيا، والعين من بعد بيضاض تبصرا. فاللهم أبدل دموع الحرمان بدموع الوصول، وبكاء الطلب ببكاء الجواب. واللهم مكة، ففي القلب آلاف الخواطر والحكايا.